بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم معنا مقطع صغير كذا لطيف عن طريقة حصاد الكوسة. تابع معنا الفيديو إلى الآخر ولا تنسى الاشتراك واللايك. تعالوا معي. طبعا وقت إنتاج الكوسة يأخذ من 40 يوم إلى 35 يوم على حسب من منطقة إلى منطقة وفي الموسم أو في الوقت اللي أنت زارع فيه. إنتاج الكوسة معي أخذ تقريبا 35 يوم من وقت زراعة البذور إلى وقت الإنتاج. طريقة جني المحصول بهذه الطريقة، هذه عندك المحصول أو الثمرة تجنيها بهذه الطريقة، تلفها لف كذا مع السحب، لف مع سحب في نفس الوقت بحيث أنها تخرج معك بطريقة جيدة، لف مع سحب تطلع عندك بالكامل زي كذا، ما يكون فيها تكسر أو فيها طريقة خطأ في الجني المحصول. حجم المحصول سوقيا للي يبغى يبيع في السوق، عندنا الآن هذه ثمرتين، الحجم الصحيح للجني من هذا الحجم، هذا يعتبر كبير شوي نوعا ما، وهذه كبيرة جدا مقارنة بها، هذه كبيرة جدا، هذا وسط، هذا الصغير. الحجم الصغير هو المناسب اللي يمشي في السوق أكثر شيء، فيفضل أنك تجنيها وهي في الحجم هذا، ما تخليها تكبر أكثر، اللي هو في الحجم الصغير تخليها تكبر مرة، تخليها توصل للحجم الوسط هذا. طبعا هذا بواكر الانتاج يعتبر ولا شيء، يعني قليل، الحمد لله شكر الله يعتبر قليل جدا. يعني طريقة العناية ضد الحشرات والأمور هذه، أول ما توصل الكوسة أربع ورقات بعد ما تسرعها بأسبوعين تقريبا، تبدأ معها بالمبيد الفطري والحشري ضد ذباب الفاكهة وضد المن والأمور الثانية، لأن أكثر إشكالية فيه اللي هو ذباب الفاكهة اللي يجيك يضرب الكوسة مع الطرف هنا وفي النص وتلتوي المنتج والمحصول. بعد ما توصل تقريبا عمرها إلى 20 يوم تبدأ معها بعالي الفسفور علشان التزهير يكثر معك، رش أو مع الري، وأنا أفضل الرش. يعني بإذن الله تبدأ من 35 يوم، بعد 40 يوم تبدأ بالإنتاج، توصل ذروة الإنتاج بعد شهرين، شهرين ونص ذروة الإنتاج. هذا مقطع معلومات بسيطة عن طريقة حصاد الكوسة أو زراعة الكوسة. شوفكم في مقاطع أخرى، لا تنسون تشتركون معنا في القناة، واللي ما هم فعل جرس التنبيهات يفعل الجرس يشوف كل جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.